السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام والرحمة. Welcome Welcome back. back. Yes, welcome. So, Welcome to. Welcome to. ماشي يا عمر. نكمل اللي بدأناه مع عوض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وعبد الله. Is Laura from the US? No, she's not. She's from the UK. ونقدر نكتب زي ما قلنا she's بالشكل ده. Sorry. Yes. ليه؟ لأنه في بعدها Short. كلام. أما لو إنه ما فيش بعدها كلام نهاية الكلام زي كده يبقى لازم تكتب full form is كان بيتن أو are أو بالضبط. كمل. ممتاز. طيب. She from London. يلا يا عوض. ممتاز. Is she from London؟ تاني هو عشان نأكد. Is ادي subject ادي verb. She subject. لما اجي اعكس يا عبد الله هعمل ايه؟ هيبقى كده. She ها؟ She is. بالضبط. هنا short form ولا full form؟ Short. جواب نهائي؟ Our fault. Fall form. Why? Because nothing followed. هي جاي في نهاية الكلام زي ما اتفقنا. Okay. 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 زين ليش كنت تستاذ هنا استاذ short وهي بعدها نقطة بعد النوت في فقرها اثنين. نقطة اللي انت قلتها لي. Means full stop. Full stop means the end. خلاص الكلام خلص. انتهى الكلام. ثم نستأنف كلام جديد. Capital letter B. But وهكذا. Okay. 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 So but her parents are from Italy. Not from the UK originally. She is. No. He's talking about who? Bizarre there. Why there? Because he's talking about her parents. سامعين الله؟ سامعين لسه دي؟ والبلورل father and mother يبقى الفراغ there. So they're not. بالضبط. They're not. ننزل شوية بالخط عشان يبقى يملى الفراغ يعني. أو ما يخرجش ورا الفراغ. يبقى no. They're not. From the UK originally. بعدين سؤال مش عارفينه. Laura's first language Italian. يا ترى يبدأ بإيه؟ Is. عايزين نعرف إن كلامنا صح. إنه subject موجود أهو. Laura's first language. كل ده subject. تحديدا كلمة language. طب كلمة language in English معناها it. فبالتالي the verb is as. فأقول is Laura's first language Italian. أهو is ده الverb. Laura's first language. كل ده subject. Laura's دي ملكية مالهاش دعوة بيها. الله يفتح عليك. هو السبجكت تحديدا يا جماعه كلمه لانجويج بس هو جاي قبله صفه. فهمتوا؟ فبالتالي لما اجي اجاوب هعمل ايه؟ هعكس. يبقى هنخلي دي مكان دي فتبقى السؤال ازاي بقى؟ نو سير نوت از نوت. يا سلام عليك وحش. اتس نوت. مين اللي لقيت؟ لوراز فيرست لانجويج. عرفتها منين؟ اهو
نعكس بس كده يطلع الإجابة على طول. طيب نفس السطر هنقول إيه؟ English. برضه الله يفتح عليك. It's ليه؟ إنه بيتكلم عن نفس ال. It's. يفتح عليه. إنه بيتكلم. لو أنت سايق ركز في السواقة. حياتك أهم أكيد من الكورس. Okay. It is. ماشي. يعني no, it's not, it's English. ممتاز. لأن السؤال كان بيقول إيه؟ Is Laura's first language Italian? No, it's not. It's English. Okay. يا ساتر والله ما أدري إيش السالفة. صوتك يقطع. لا هو أنا سامع صوت كلاكس السيارة. فواضح إن في حاجة في مشكلة في الغرفة نفسها. حد فيكم سايق يا جماعة؟ ما سمعت شيء. ما أدري إيش السالفة. حد فيكم سايق السيارة؟ على الطريق يعني؟ وش؟ حد فيكم سايق السيارة على الطريق؟ لا لا أنا في البيت. يبدو أن حد فيكم على الطريق في ورشة كده يعني. ده اللي ممكن عامل الصوت بيقطع، لأنه مثلا هو داخل هانجر أو حاجة يعمل الصوت كده. طيب السؤال اللي بعده نمبر 3. مين اللي حل نمبر 3؟ حلتوه ولا لسه؟ يس. ثاني بس نعرف الجماعة هنا حلوه ولا لسه. حلتوه؟ لا. أنت هتقول لي وأنا عارف. جماعة كوكب الزوم لسه ما حلتهوش. طيب هديكم خمس دقايق. يس حليت. فينش. هندي فرصة للآخرين أيضا يا حمد عبد العزيز وعمر. خمس دقايق يكون الناس حلت نمبر 3. ركزوا لأن هو عايز تركيز. اتفقنا؟ خمس دقايق كاملة. أوكي. عيشوا اللحظة. أوكي.
حمد ايوه اه نمبر 3 سيلينا اند كارلوس فروم مكسيكو اه يس ما شاء الله سيلينا اند كارلوس فروم مكسيكو نو ذير نوت يس نو ذير نوت نوت طب اتاكد ان حليت صح اتاكد حالا دلوقتي are the verb Selena and Carlos the subject فلما اجي اجاوب العكس يا عبد الله هعمل ايه هبدا بسيلينا اند كارلوس وبعدين ار صح الار صح هي موجوده سيلينا اند كارلوس مين ذي انا مجاوب صح كاني بقول لك ار عبد الله اند خالد from Saudi Arabia يس ايه شاور عليهم كده يس عبد الله عند خالد صح مش كده ار from Saudi Arabia صح احنا هنشيل عبد الله عند خالد ونحط مكانها كلمه ها they are بس ايه they اللي هو not I and not you صح لا انا ولا انت مش كده لكن other people ناس تاني مش انا ولا انت خلاص وبالتالي الفراغ اللي بعده منطقيا لازم يكون برضو ها there are they from Mexico no they're not they're from Brazil السؤال اللي بعده سهل جدا يا عبد الله you from Brazil too السؤال بيبدأ بايه يا ترى am ولا is ولا are بالظبط انا اتاكد ان انا جاوبت صح اقرا السؤال اقرا السؤال كده اقرا السؤال ممتاز اقرا ثاني يا عبد الله اقرا السؤال ممتاز are you from Brazil to جاوب بقى عن نفسك يا على نفسك yes أو no تقول ايه are you from Brazil too أنا بسألك are you from Brazil too شو على نفسك تقول ايه لا شو أنت على نفسك تقول I am no. not مرة أخرى تاني هو يلا تاني Are you from Brazil too? جاوب No أيوة I am not ادري ان انا مجاوب صح في نفس السطر اقرا كده I am from Piro يبقى هنا مجاوب صح اهي نفسها بالضبط اهي بالضبط اختار بالملي لكن جاوبت صح Are you from Brazil too? No I'm not I'm from Piro Okay. So, your first language is Spanish. What's the space? Abdulaziz or Omar, huh? Mini go. I am your first language? Ya rajul. Is the sad. Is Is your first language Spanish? فين الverb? Is. وفين السubject? Your first language. طب لما عكس هبدأ بyour first It's. language اللي هي مين? It. It is. وبعدين انزل كلمة is. Is. Full. Huh? يعني تصير yes it is. يا سلام عليك. واضح كده الحوار اللي مش فاهم يسأل اللي عنده استفسار يسأل عشان ده اهم تمرين في الوحدة كلها ازاي بعمل السؤال والاجابة والاهم يا عبد الله وانا فاهم
وكرر وانا فاهم مش بجاوب بالحظ او يلا بقى خلاص يبقى ربنا يسهل. ما ربنا يسهل اكيد طبعا، بس لازم اعمل الحوار اتكلمه اقوله. خليني اعمل الحوار الاخير مع حمد. حمد yes are Selena and Carlos from Mexico? No, they're not. They're from Brazil. Are you from Brazil too? No, I am not. I am from Peru. So, is your first language Spanish? Yes, it is. بس ما شاء الله خلص حوار. طب نعكس يا حمد. You start. Okay. Okay, are Selena and Carlos from Mexico? Mexico. Mexico. Yes. Sorry? No, they're not. They're from Brazil. Are you from Brazil too? Don't say Brazil. 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 Yes. No, I'm not. I'm from Peru. So, is your first language Spanish? Yes, it is. كده أنا فاهم أنا جاوبت إيه وبناء على إيه أنا جاوبت. اللي مش فاهم يسأل. واضح كده؟ المطلوب. طبعا انا بعت الجزء الصوتي لحمد وهو مشكورا بعته على المجموعه. نسمع الجزء الصوتي كاملا للوحده نحل كل ما هو مطلوب. مثلا بعد ما سمعنا نحل الجزء ده بي، ادي اول شيء مطلوب. بعدين هنسمع ودي برضو مهمه، ونسمع المربع الاخضر ده مهم، ونسمع المربع ايضا ده مهم، ونحل الجزء ده. بعد هنحل كم تمرين؟ هنسمع الوحدة كاملة، لكن هنحل تمرينين. هنحل التمرين ده number 3 part B exercise 8 3 part B خلاص؟ وهنسمع ونحل أيضا exercise 8 part A فقط. أما الباقي عبارة عن سماع. إيش إيش يا أستاذ وش اللي نحله؟ هنضيف عليهم أيضا 10 part A and part B. طيب نقول 10 يبقى الوحدة كاملة سيتم سماعها، سماع فقط، سماع. طيب إلا هيكون عبارة عن سماع زائد حل. unit 3 كل من الآتي exercise 3 part B هذه أول واحدة. ثانية exercise 8 part A. الترتيب أنا ماشي هو. وأخيرا exercise 10 part A and part B. أكرر سماع الوحدة كاملة ثم التأكيد على حل 3B 6A 10A and B sorry 6 8A and 10A and B. واضح كده؟ حد عنده أي استفسار؟ جماعة 6B و 10A 3B يا استاذ والله اني اعتذر منك ما اسمع شيء، ترى اسمع كلمه يقطع كلمتين. خلاص مش مشكله، حمد هيكتبهم على المجموعه 3B 8A 6 10A and B. تمام كده؟ اما السماع فهو سماع كل الوحده كامله. اتفقنا؟ حد عنده سؤال اخر؟ يا ساد تفضل بسالك الحين، يحتاج اني ادخل احضر على اليوتيوب لان تقريبا نص المحاضره دي ما سمعتها. ممتاز، يكون افضل طبعا. شكرا لك يا عمر وعلى حرصك الطيب. عفوا. بنقول تاني المطلوب حل 3 بي 8 اي 10 اي اند بي. اما المطلوب سماعه فهو كامل الوحده من اولها الى اخرها. حد عنده استفسار اخر؟ كوكب الزوم؟ لا شكرا. عفوا.
سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.